أقوى رجال أغنية جديدة تضاف لرصيد الفنان الشاب كريم نصر، وكان أطلقها منتصف الموسم الصيفي. لو كنت أقوى رجال بضعف بضعف قدام عيونيك كذاب، لو قلبي قال قال ما بيعني لوجودك. كريم حدثنا عن تفاصيل هالأغنية وكواليسها أثناء زيارته السريعة لاستوديوهات أغاني أغاني. كريم نصر، بدي أبارك لك أول شيء أغنيتك الجديدة أقوى رجال، خبرني شوي كلمات أو ألحان. أول شيء كيفك ألان؟ ثاني شيء تحية لأغاني أغاني، والغنية هي كلمات إيهاب روزا، ألحان أهاني دبيط، وتسجلت باستديو جوزيف مراد ووزع ريمي مراد، وعظيم هو كان المخرج تبع الكليب. وذاتس إت. كريم سعيد بأصداء أقوى رجال، خاصة بأن أغنيته الثانية بعد ما قدم خلال الموسم الرمضاني الماضي تيتر وفى العشرة. صراحة هيدي الغنية كانت غير تارجت كليا، كانت شوي ستيلة كلابينج وغير ستيل كليا، يعني عم جرب نوع قد ما فيي بالأغاني. هيدا تاني عمل لإلي، فنشوف الجمهور شو أكتر شي بفضل، هيدا أهم شي. فينا نعتبر هيدا أول عمل شريع لإلك، أول غنية كانت تيتر مسلسل، هيدا أول غنية خاصة لإلك. كيف لقيت الفرق بالأصداء وكيف لقيت الجمهور وين حبك أكتر؟ ليك صراحة ما في فرق بالأصداء، هي كل واحد يعني تارجتينج جمهور معين. كانت الأصداء كتير رائعة بأول غنية اللي هي تبع المسلسل، وكمان بالتانية كتير راضي عن النتيجة، يعني خاصة أنه بعدني بأول طريق الفنية. هيدي استراتيجية عم تتبعها، يعني بعد فترة رجع نسمعك بتيتر مسلسل، ولا هلأ بعد ما في قريبا تيتر مسلسل جديد؟ هلأ أنا ما عندي مشكلة أبدا، بالعكس إلي الشرف أنه أرجع شارك بتيتر مسلسل، بس هلأ حاليا تالت عمل المفروض يكون كمان غنية خاصة. مش عادي يا بشر من كوكب تاني، بالمختصر لك عبالي لما خطر رجولة قلبي تصير بخطر. مش عادي يا بشر من كوكب تاني، بالمختصر. بالنسبة لكريم التنوع أمر مهم جدا باختياريته الفنية، لكن دايما اللون الإيقاعي هو الأكثر طلبا عند أولاد جيله. نحن هلأ نحن بعدنا يعني كشباب عم بجرب فتش شوي على القصص اللي العالم اللي من عمرنا عم بتحبها، بستيل السهر، بستيل النايت لايف، يعني شوي كلابي، بس إنه ما عندي مشكلة، يعني في قد كل الستايلز. بدي أشوف هلأ شو معقول يجيني شي غنية هي تكون حلوة. ومن وحي أغنيته أقوى رجال، ألان كان فاجأ كريم بهالسؤال. لو كنت أنت أقوى رجال شو بتعمل؟ بضعف قدام عيونك. تيتر الغنية عندك هيك شوي بنقز أقوى رجال، يعني فيها هيك شوي ذكورية. بس أقوى رجال، بس بذات الوقت عم بيقلها أنه بيضعف قدام عيونه لو شو ما كان، يعني هي ذكورية، بيرجع بيقول أنه بضعف قدامك. أنت هيك كمان بالحب رومانسي؟ كثير كثير رومانسي. ما هو تقدم لها؟ اللي بدي إياه، إذا حسب قديش هي يعني شو عاملة فيي. ما هو اللي عامله فيك يعني، ما بعرف شو عامل فيي من جوا بقلبي، يعني شو عامل فيي، حسب قد ايه عامل فيي بقدم له. بتقدم له بطريقه بوزيتيف؟ اكيد اكيد بطريقه بوزيتيف، كل شيء انا بوزيتيف بالحياه. يعني وقت ما بلشنا انت عم تضحك يا رجيه، على طول الضحكه على عوجي الحمد لله. قلبي بتسرع دقاته دقاته، بيوقع جوا ايديك، لساني بتعجز كلماته كلماته بالحكي الحلو عليك. بعيدا عن الفن، بالنسبة لكريم الحب هو أحلى شي بهالدنيا. هون أربع إيموتيكان، أي نقي له وحدة وإلا ليش؟ هيدا لأنه الحب هو كل شي والقلب هو كل شي بالحياة. بالنسبة لك الحب كل شي والقلب بس يدق، كم مرة بدق القلب؟ والله مش عددهم، دق منيح بس. المواد تحب أكثر من مرة؟ أكيد أكثر من مرة. أنت أنا حبيت آخر مرة؟ آخر مرة من فترة قصيرة. لا خلصت العلاقة. أنت بس تخلص العلاقة بتبرم ظهرك وبتمشي، ولا معقول ترجع؟ لا صعب، بس في شيء ينكسر صعب يرجع يتصلح. بالختام كريم خبرنا عن تحضيره لأغنيته الجديدة. إن شاء الله بنرجع نشوفكم بمقابلة الجاية على الغنية الثالثة إذا الله راد، ومرسي كتير لأغاني أغاني، ومرسي لألك. استراتيجية اللي عم تتبعها كل كذا شهر رح تنزلنا غنية إذا الله راد، إذا الله وفقني بأغاني حلوة أكيد حضلني مستمر إذا الله راد. كل التوفيق منتمنى لك يا كريم، فإلى جانب موهبتك وأختياراتك الحلوة، لا شك بأنه إصرارك على النجاح رح يساهم بوصولك للمكانة اللي بتستحقها وبتتمنيها.
بشر من كوكب ثاني بالمختصر لك عبالي لا ما خطر رجولة قلبي تصير بخطر.